أقام مخيم رجيب الفهود الإماراتي في الأردن أمسية رمضانية لأطفال اللاجئين السوريين بهدف الترفيه عنهم وملء أوقات فراغهم بكل ما هو مفيد. الأمسية تضمنت مسابقات ثقافية وترفيهية وفنية شارك فيها الأطفال وعائلاتهم، وهي جزء من الدورة الرمضانية المقامة في المخيم والتي تستمر طيلة الشهر الفضيل. المزيد في تقرير مراسلتنا سلوى السوالقة من الزرقاء. فرحة طفل، عنوان الأمسية الرمضانية التي أقامها فريق الإغاثة الإماراتي للترفيه عن الأطفال في المخيم الذي يشرف عليه. فعاليات منوعة لتنمية مواهب المشاركين في المسابقات وإطلاق العنان لهم لتفريغ طاقاتهم والترويح عن أنفسهم بهذه الألعاب الممتعة. جابونا لهون نلعب طابة وشد حبل وألعاب البالون وركض، يعني استمتعنا كثير والله، يكثر خيرهم والله يبارك لهم يا رب. أنا كثير مبسوطة، وإنه لولا اليوم لولا دولة الإمارات ما كنا فرحنا هاي الفرحة، وشكرا لهم ما بيكسروا دائما. عملونا مسابقات كثير حلوة، وبرمضان أكثر المسابقات بتجنن يعني. فعالية مدروسة تم إعدادها لتغطي الجوانب الروحية والذهنية لكافة الفئات العمرية في المخيم، حيث أقيمت لهم دورة رمضانية تنظم سنويا وتتضمن أنشطة ومسابقات ثقافية ورياضية ترفيهية للتخفيف عنهم وتسليتهم في الشهر الفضيل. نحن نحاول نعيش الفرحة معهم، الأطفال والأمهات وأهلهم، والحمد لله رب العالمين. هذا شهر فضيل وهذا شهر رمضان، وحاولنا أن نقوم بشيء بسيط، أن نتعايش مع الجماعة هذا اللي نحن عايشين معاهم أصلا في المخيم. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مستمرة بدعم الأطفال لخلق أجواء ترفيهية تشجيعية لصالح الأطفال وسكان المخيم. تحرص دولة الإمارات من خلال استضافتها للاجئين في مراجيب الفهود على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كافة سبل الدعم المادي والمعنوي لتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. يحرص المخيم الإماراتي من خلال هذه الأنشطة والفعاليات الترفيهية على خلق أجواء من المنافسة بين اللاجئين من مختلف الأعمار، ما ينعكس إيجابياً على فكرهم وثقافتهم ويشغل أوقات فراغهم بكل مفيد. لأخبار الإمارات سلوى السوالقة من المخيم الإماراتي الأردني مراجيب الفود الزرقاء.